معلش من فضلك هنرجع للشريحة ديت عشان ما حتى ما كررهاش مع الدكتورة وزيرة الصحة. يعني أرجو إن احنا نتوقف قدام الشريحة ديت ونبص عليها كويس. والبيانات اللي موجودة فيها، البيانات اللي موجودة فيها دي بيانات تم يعني مش يعني محطوطة قدامنا كلنا، مش قدام الحكومة بس، قدام كل المصريين. وانت هنا بتتكلم على ولاد مصر، يعني في الشريحة دي التقريب احنا بنتكلم على ولاد مصر، مش على دور الحكومة، لا ده دورنا كلنا تجاه اولادنا. ويمكن هنا بيرجعني لكلمة بقولها دايما لينا، هو العدد ولا النوعية؟ يعني احنا عايزين نجيب ننجب يعني اطفال كتير ولا اطفال جيدين؟ لما تشوف الرقم اللي قدامك اللي 3.4 مليون طالب سمنة زيادة، ده معناهم هل في رعاية سواء كان في المدرسة؟ وده امر ما ان ما كناش هنعترف به مع نفسنا ونقوله من غير حرج، لان ده مش يعني ده مش مرتبط بان انا توجيه لوم او قدح لا للحكومة ولا لوزير التربية والتعليم ولا الحاجة. ده عدد كبير قوي ان بقى عندي 4 مليون طالب تقريبا، عشان العدد ما ينساهوش، يعني اللي هو عنده سمنه زياده. طب ده معناه يعني بيعمل رياضه؟ ولما نيجي نتكلم نقول مثلا يا جماعه في المصانع انتبهوا للناس ومحدش وزنه يزيد وكلام من هذا القبيل، يعتقدوا ان احنا يعني بنهدف من ده الى ان احنا نحرج نفسنا. لا، ده موضوع انتم لازم يكون في ثقافه الناس ان هم يبقوا دايما عندهم مراقبه حقيقيه لوزن اولادهم ومدى الكفاءه الصحيه اللي بتبقى مرتبطه بان هو نظام غذائي ونظام صحي. غذائي جيد يعني بياكل اكل صحي ليه، ونظام صحي ان هو بيلعب رياضه وبيمارس انشطه رياضيه مناسبه طبقا للهوايات بتاعه الطالب لو امكن. نرجع تاني، يا ترى احنا بقى محتاجين نجيب عدد كبير ولا نجيب عدد نقدر نتابعه ونراعيه ونبص عليه؟ وانا مش بتكلم على يعني لان كل ما اتكلم حد في النقطه دي تقول لي يعني احنا الحمد لله والرزق على ربنا. صحيح الرزق على ربنا، ما فيش كلام، ما كلنا عايشين كلنا في مصر وفي العالم كله على فضل ربنا علينا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كمان امر ان احنا نتفكر ونتدبر وناخد باسباب الدنيا اللي احنا موجودين فيها. فيا ترى العدد اللي احنا عايزين عدد ولا عايزين جوده؟ طفل واحد جيد ولا 3-4 اطفال بظروف صعبه؟